بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في فيديو جديد في قناة سهى محمد. فكر دقيقة تغير حياتك. لو انت أول مرة تشوف القناة أطلب منك الاشتراك والتعليق وشير للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو انت مش عارف زرار الاشتراك فين، هتنزل تحت الفيديو هتلاقي زرار أحمر، تضغط عليه هيطلع لك 3 اختيارات اللي هما الإشعارات بعد تفعيل الجرس. اختار الاشعارات للكل عشان يوصلك كل جديد مننا بنقدمه. طبعا زي ما انتم شايفين كده الصورة الموجودة قدامكم، صورة محمد رمضان داخل الطيارة، وقصة اللي كانت على السوشيال ميديا بقالها كام يوم، ان هو ساق الطيارة ونزل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ان هو بيسوق الطيارة وانها تجربة جديدة، ولكن الناس استاءت من الموضوع دوت. وطبعا اللي قال ان هو المفروض يعني ما يعملش محسوبية او يعمل من محسوبية على حساب الركاب. وطبعا محمد رمضان رد ان هو دي طيران خاص وان هو كان رايح للسعودية، وده زميله. طبعا هو كان التحكم مقفول، هو بس كان بياخد لقطة او شو او حاجة زي كده. فطبعا ترتبط عليه طاقة جزاءات للشركة، لرئيس الشركة وقائد الطيارة اللي كان على الطيارة اللي داخل فيها محمد رمضان. فخلوكم معانا وشوفوا الخبرين هيكونوا ايه ان شاء الله. خلوكم معانا. طبعا يا جماعة ترتب على الموضوع ان محمد دخول محمد رمضان كاميرا الطيارة، وان حتى هو لو كان بيعمل زي شو ان هو بس بياخد لقطة او كده، فترتب عليه حالتين او سببين تسبب فيهم محمد رمضان للشركة. وكان في تحقيقات اولهم ايقاف طيار فيديو محمد رمضان مدى الحياة. نقرأ لكم الخبر بالتفصيل. أعلنت وزارة الطيران المدني انتهاء نتائج التحقيقات في وقعة كليب الفنان محمد رمضان داخل كاميرا قيادة إحدى الطائرات التابعة لإحدى الشركات المصرية الخاصة. وقالت الوزارة في بيان الخميس بعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات القوانين الطيران المدني المصري، اتخذنا إجراءات رادعة حيال ما حدث في أفعال مستهترة وغير مسؤولة، حيث تقرر إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام. وأكدت الوزارة ثقتها بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيران
الطيارين والمصريين والتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلى معدلات السلامة الجوية، حيث تعد هذه الواقعة عملا فرديا ولا يدل على عدم انضباط على عدم الانضباط والالتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية. وقالت الوزارة إن صناعة الطيران المدني تقوم بالأساس على الالتزام المطلق بمعايير السلامة الجوية، ولا مجال للتهاون مطلقا مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير. وكان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني أصدر تعليمات إلى سلطة الطيران المدني بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة. تداول مقطع فيديو مصور يظهر به الفنان محمد رمضان وهو جالس محل الطيار المساعد على طائرته لإحدى شركات الطيران الخاصة في رحلة خاصة لصالح الفنان المذكور وتظاهره بتولي قيادة الطيارة. وكمان ترتب عليه ان هو قرر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني قبول استقالة الطيار رشدي زكريا رئيس شركة سمارت للطيران والخاصة بإيجار الطيارات. جاء ذلك في خلال لقاء الوزير يوم الخميس مع زكريا، وقدم وزير الطيران الشكر للطيار رشدي زكريا على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الشركة، متمنيا له التوفيق في حياته المستقبلية. هو دوت الطيار رشدي زكريا رئيس شركة سمارت، وطبعا محمد رمضان بسبب وقعة محمد رمضان طبعا استقال رئيس شركة سمارت. وطبعا اللي تعاقب في الموضوع اللي قاد الطيارة ورئيس الشركة والمساعد بتاع الطيار مساعد الطيار، فلكن محمد رمضان ما تمش عليه أي عقوبة. فطبعا أنا شايفة إن الموضوع مش منصف خالص. المفروض يبقى فيه ما دام حصل عقاب للجهة الأخرى يبقى في عقاب للجهة التانية، لأن كمان محمد رمضان أما اتكلم عن الموضوع قال إن يعني إن هو كان زميله بيضحك معاه أو صديقه، وإن هو طبعا مبرمج الكاميرا بتاعته وهو بيتظاهر إن هو بيسوق الطيارة وكده من أجل الشو أو إن هو ياخد لقطة وبس. فطبعا ده في ناس راحت فيها وهو ما تأثرش بشيء، فطبعا ده مش من المنصف اصلا ان هو يحصل كده. طبعا ده كان الخبر، خبرين معانا طبعا النقل عن المصري، عن موقع المصري، وده كان النهاردة الخميس. النهاردة صباح الجمعة طبعا إلى لقاء جديد في فيديو جديد في قناة سوا محمد. فكر دي هتغير حياتك، ولو انت أول مرة تشوف القناة أطلب منك الاشتراك والتعليق وشير للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم، ما تنسوش اللايك يا جماعة.